وقوف عند تزايد ظاهرة التسول في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث الاجتماعي والمختص في علم النفس الدكتور رحيم الزبيدي. دكتور رحيم، السلام عليكم. يعني بحسب الأمم المتحدة هناك ما يقرب من 200 ألف طفل متسول في العراق، لكن إلى ما ترجع أسباب ظاهرة التسول دكتور؟ جزيلا، تحية طيبة الكريم. مرحبا حضرتك ولكل مستمعي داعش قبل المباركة. حقيقة من المواضيع المهمة التي تقارنها هذه القناة المباركة هو موضوعنا لهذا اليوم هو التسول. حياك الله. وأنا في ما أفكر فيه حقيقة أصبح العراق يمتلك موضوعات كثيرة تتناولها كل القنوات. نعم. وأقصد بالموضوعات الموضوعات السلبية، ومن هذه الموضوعات موضوعنا لهذا اليوم التسول. نعم. للأسف الشديد هذا العراق عظيم وبالشطارات وبالخيرات يعني أغنى بلد في العالم، أغنى بلد احتياج نفطي إلى آخره، كل المميزات الموجودة في العالم موجودة في العراق. نعم. أجواء سماء أرض مياه إلى آخره، العراق بهذا الشكل. نعم. يعني تصطاد به الموضوعات الكثيرة اللي تناولها كثير من القنوات، منها قنواتكم، يوم عن المخدرات، ويوم الآخر عن المتسولين، ويوم الآخر عن الجريمة، ويوم وهكذا. هذه الموضوعات اللي أصبحت شاعة في كل القنوات اللي تتناول السلبيات الموجودة بالعالم. دكتور، أسباب التسول دكتور. نعم. نعم تفضل. أسباب التسول كثيرة كثيرة ومتعددة، وهذه مخلفات الحروب التي جاءت بها سياسات البلد اللي موجودة الآن. نعم. وهذه الحروب هي تخلص أنه أصبح يعني اما يكون هو كثير من الابوين، او ربما تكون هناك مشاكل اسريه. نعم. انفصال احدهما، ربما هجره الاب، يعني كثير كل طفل، كل متسول وراه مشكله، وراه قصه، وراه حادثه. يعني لكن باجمالي انه الواقع الاقتصادي اللي موجود حقيقه، وانا اريد ابين لحضرتك يعني. نعم. حاله. نعم. انه اكثر البلدان اللي انا حقيقه بشفرات المتواضعة وجدت متسولين. نعم. ولكن في العراق ظاهرة واضحة جدا ولسبب. طيب. هو السبب العراقي بطبعه كريم. نعم. ويعطي للمتسول أي. نعم. متسول واحد في كل ثقافة، في كل مجال، في كل مكان. نعم. يخرج من جيبه نقود أو مشاكل وينطي هذا المتسول. طيب. هذه العطاء اللي ينطيها العراقي الكريم. نعم. يشجع، قال سمي، يشجع المتسول على انه يمتهن هذه المهنه، ربح سريع، عطاء موجود، نقود موجوده، اضافه الى ظروف الخاصه، وهذه كل واحد له ظروف الخاصه، ولكن بشكل عام الدوله بشكل عام ايضا غافله عن هذا الموضوع، او ربما تتغافل وليس غافل. طيب. ولكن دكتور لكن وزارة الداخلية تقول أن عصابات الجريمة المنظمة هي التي وراء هذه الظاهرة، ظاهرة التسول. السؤال هنا، هل كل هذه الأعداد تقف وراءها عصابات الجريمة المنظمة؟ هل ممكن أن نقتنع بذلك؟ أنا لي رأي خاص حقيقة. نعم. أنا مقتنع وما أشهده أن شماعة نعلق عليها أخطاء وصفحات معها، يعني تجاوز هذه المرأة على هذه الظاهرة التسول، فنقول هناك مجاميع وشماعة موجودين. نعم. ولكن هذه الشماعة بما أنه مسؤول. دكتور آسف، ولكن الصوت يصلنا متقطعا، هلا غيرتم مكانكم لو تفضلتم بذلك؟ طبعا تفضل دكتور. يبدو أن الشبكة ضعيفة نوعا ما. هل أنا المسؤول؟ نعم. أنه ومحدد مسبقا أن هناك عصابات موجودة منظمة وتتبع هذول الأطفال أو النساء أو المعوزين. نعم. وتتمام على شكل جروبات وراها. أنا مسؤول وأعرف هذه وشخصها. هذا عيب علي أنه أنا كنت آسف أقول. دكتور، ولكن الصوت لا يصلنا بشكل يفهمه الجمهور. على أي حال، من بغداد الباحث الاجتماعي والمتخصص في علم النفس الدكتور رحيم الزبيدي، شكرا جزيلا لكم.